هذا الدمار الذي لحق بالشركة العامة للزجاج والحراريات في الأنبار، حيث اجتاح الخراب البنى التحتية وتغيرت ملامح المصنع الذي كان ينتج الآلاف ويشغل أكثر من 3000 عامل. ومع محدودية الإمكانيات، استطاعت الكوادر العاملة بالشركة من إثبات الكفاءات الوطنية تحت أي ظرف ومهما حاول المخربون طمسها. توصلت هذه الكوادر وعلى رأسهم المهندس قاسم مطر وزملاء من الفنيين بتصنيع نموذج من الجهاز، والحمد لله تم عرضه على دائرة صحة الأنبار، تم تثبيت عدة ملاحظات على الجهاز، تم معالجتها إلى أن وصل إلى المراحل النهائية، حيث تم الاتصال بخلية الأزمة العلمية المشكلة في وزارة الصناعة والمعادن، تم عرض الجهاز والإمكانات على هذه الخلية، والحمد لله تم مباركتها من قبل السيد الوزير المحترم ومن قبل رئيس خلية الأزمة العلمية الأستاذ عمار. أيضا تم توجيهنا من قبل خلية الأزمة العلمية بتعشيق العمل مع الشركات الشقيقة لتثبيت رأيهم وملاحظاتهم على الجهاز. استطاع المهندس الأنباري قاسم مطر العامل في معمل الزجاج والحراريات من تصنيع جهاز للتنفس لمواجهة وباء فيروس كورونا في العراق وما تعانيه المستشفيات من نقص في مستلزمات التنفس الصناعي، وبتكلفة لا تتجاوز 500,000 دينار عراقي، بعيدا عن المبالغ الباهظة التي تكلف الدولة للاستيراد من الخارج. هذا الجهاز ضمن الوكالة المحلية عرض على المختصين في دائرة صحة الأنبار، ثبت بعض الملاحظات، ودخلت هذه الملاحظات ضمن تصميم الجهاز. تم إجراء التحديث على هذا الجهاز باستخدام تقنية حديثة باستخدام أنظمة المراقبة والشاشات الHMI والPLC، ما أعطى الجهاز الدقة في القراءة والمراقبة والتحكم. جميع مكونات الجهاز متوفرة في الأسواق المحلية وضمن إمكانيات الذاتية للشركة. احنا لاحظنا يعني من الجانب الإنساني والوطني، عندما تعرضت الدول الأوروبية اللي هي المتقدمة جدا بتصنيع وتصميم هكذا أجهزة، عجزت عن توفير هذا أجهزة وحصل ما حصل من كوارث ووفيات عندهم. تجربة مثيرة للاهتمام كهذه التي ترونها أمامكم، والتي من الممكن أن يستفاد منها للتخفيف ولو قليلا مما يعانيه المصاب بفيروس كورونا المستجد من جهة، ويراعي ظرف المستشفيات من جهة أخرى. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.